سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شو الصحة؟ والله ألف نعم من الله، الحمد لله رب العالمين. لبنان. لبنان، من جنوب لبنان. جنوب لبنان. نعم، هول كلهم ما شاء الله. يعني بمعنى أنه إخواننا من جنوب لبنان أيضا وصلوا إلى النجف الأشرف، ومن بعدها إلى كربلاء. نعم نعم، الحمد لله رب العالمين. شلون هاللبنان هاي الأيام؟ والله ألف نعم من الله، بركة. لبنان الثورة، لبنان الصمود، لبنان اللي يستمدون القوة من الحسين سلام الله عليه. نحن كلنا فداءً أبا عبد الله الحسين، كلنا فداءً لأبا عبد الله الحسين. شو ما يصير، شو مهما يعملوا فينا، يعني شو اللي يصير؟ شو اللي يصير؟ ولا شيء. الحسين أعطى رخيص أمام حبيبي الحسين. الحسين أعطى دمه وأبناه وأصحابه وإخوته وسبية عياله في سبيل نصر الدين الله. شو اللي بإمكاننا نعطيه أكثر من الحسين؟ ابدا ولا شيء. ما الدنيا كلها هيدي بكف، والامام الحسين بكف ثاني. تعلمني تعلمني، سولف لي شو ما تقدم للامام الحسين قليل. اليوم نتحدث عن قوه وصمود ابطالنا، ابطال غزه، ابطال لبنان، ابطال العراق، ابطال صامدون. اليمن صامدون. بقياده الامام الخامنئي، وما يقدموه من شعله وطنيه حسينيه في سبيل ازاله هذا الكيان الغاصب. صامدون لاخر بحسب بجنوب وبلبنان باذن الله. كل التوفيق. أبطال 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 الصمود. الصورين حدثين عن صمود الأخوة والأخوات اللبنانيات. نحن صامدين لآخر نفس وصابرين. يعني كيف السيدة زينب صبرت؟ نحن صابرين وما منوصل لنقطة من صبر السيدة زينب.